بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الأيام قبل عامين كانت القوات السعودية تجتاز الحدود وتنتهك سيادة البحرين على أمل أن تضع حدا للثورة المتنامية، ثورة الشباب، ثورة العزة والكرامة. وكانت تعتقد أن شعب البحرين ضعيف ومنهار وأن قواتها سوف تهزمه، ولكنها اكتشفت الآن أنها تواجه شعبا صامدا بطلا مخداما مضحيا برجاله ونسائه. وإذا كان يوم أمس هو اليوم العالمي للمرأة، فقد أثبتت المرأة في البحرين أنها بطلة، أنها مخدامة، أنها لا تخشى الدبابات، وأن السعوديين لم يكسوا إرادتها. هذه النصب التذكاري الذي خلفنا هو للمرأة التي ضحت خلال الحرب العالمية الثانية. وفي البحرين ضحت المرأة واستشهدت وعذبت واعتقلت وسجنت، وأيضا قدمت أبنائها ونظمت المظاهرات ووزعت منشورات وواجهت قوات الشعب والقوات المرتزقة الذين جيء بهم من كل مكان، واجهتهم بكل صمود وإباء. ولذلك وجد الاحتلال السعودي نفسه في مأزق وهو يواجه هذه المرأة، هذا الرجل، هذا الشاب، هذا الشيخ، يواجههم جميعا وهم كالحديد شببا وهم كالسحاب علوا وإباء. وبالتالي فإننا عندما نحتفي بالذكرى فإننا نقدم أكبر التحية والتمجيد والسلام وأيضا التقدير للمرأة الصامدة، للأبطال الذين يضحون في كل يوم، للشباب الذين يصمدون في الساحات ويحتجون أمام المرتزقة ويقولون يسقط حمد ويقولون ارحل ارحل يا محتل.